هي دي العروض ولا بلاش؟ انا لفيت في الشوارع كتير وقليل بالي زمن ما شفتش الاسعار دي. احنا ممكن بربع يومتنا في الاشارة نجمع تمنها، وباقي الفلوس نشتري بيها علب تونة عشان نحافظ على قيمتها. بني ادم معاه بطاقة حمراء؟ انتوا اكيد بتهزروا، يعني انا سبتكوا ورحت الحياة البرية وانعزلت عن العالم وبرضه الاقيكوا هنا؟ طب ما يمكن دي اشارة من صدفة وتصادف، مش لازم اتجاهلها وادخل فيها والبطاقة الحمراء اللي معايا دي ادمرهم وارفع راس اهلي. بس لا 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 لا، مش هرجع الحياة الهمجية دي تاني، ما صدقت سبتها وربنا تاب عليا. بص يا معلم، انت هتكمل في طريقك عادي وانا هكمل في طريقي عادي، ولكننا شفنا بعض، ولو حكيت لحد اللي حصل كده كده محدش هيصدقك. في صباح الفل يا سلمى. طب استهدي بالله وقوم حط الاكل وارجعي كملي عياط. دلوقتي بقيت انا السبب؟ هو انا وجودي مش كفايه بالنسبه لك؟ ده غير انك لو مش ملاحظه انا قلت مش كلب، محدش قال اتصرف ازاي في المواقف اللي زي كده. ما تقلقش على البيت في الحفظ والصون، عايزكم تنبسطوا. اتاكدت ان حاجتك كلها معاك؟ اوعى تكون ناسي حاجه. هتوحشني، مع السلامه. مع الف سلامه. اخيرا غرف داهيه، دول مخلفين سفرات انذار مش اطفال. مش مصدق اني ارتاح منهم يوم كامل واقعد في هدوء مع حالي. ايه اللي رجعك تاني؟ لاقي معاكوا ايه في الباب؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حتى يوم اجازتي مش مهنيني بيه. يا ربي على الفصلان، مين اللي بنى البيت ده هنا يا جدعان؟ انا كنت معدي من هنا امبارح وما كانش موجود. لحقتوا تبنوه امتى؟ والعلم الطرف ال 12 ساعه اللي فاتوا دول؟ اتصرف ازاي انا دلوقتي عشان اكلم ونشي فيها ساعتين قبل ما يوصل؟ ده لقيت واحد اصلا، كانت ناقصه عطله اهي. احنا الاولى نعمل فخ يحمينا بدل الكلام الفاضي اللي بتعمليه ده. المزرعه في حته خطره ومليانه حيوانات مفترسه، والجوانتي مش هيبقى ليه اي لازمه لو اتكلنا. هو ممكن اصلا نبدا بايدك وبكده مش هيبقى في مكان تلبسيه فيه. قومي فز يلا ساعديني، عندنا شغل كتير قبل ما الليل يليل. بص 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 عليها، رامي السمك في الزيت ازاي؟ يا خرابي، انا واقف من هنا من الساعه 1 ونص بقى اربع ساعات مستني اللحظه دي. يي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 
عندك من هنا هتخلينا تقفش، ما تبوظليش اللحظه كلها دقايق والبيضه ده بيطلع. كمان شغاله النهارده احنا عند قرايبنا في الريف وعملوا لنا اكله اسمها المتسبكه، عباره عن دبوس فراخ وشربت كوسه دي ولا ايه؟ سيبنا منها دلوقتي، انا اللي مقلقنا اكتر ان دبوس الفرخ اكبر من دماغي. انتوا مش قلتوا لي ان الاكل هنا طبيعي وما فيهوش هرمونات؟ لا انا مش مكمل كلها، انتوا العمر مش بعزقه، انا ممكن ابقى اصطاد اي حاجه من الموزعه بره. اخيرا الرجل خفت على المكان وعرفنا نخسر اليوم الضرب، وانا براب ويفضى ما عرفناش نصطاد حاجه. حياه العزاب صعبه، لازم تعمل فيها كل حاجه بنفسك، خصوصا الجو الحر ده بيفرهد الواحد، بيت محتاج الفرو درجتين افتح عشان اعرف اتعايش. يا دي الفصلان، الغساله وقفت وانا مش معايا فكه اكمل. بقول لك لو سمحت معكش سنتات وديك دولار صحيح.